ضيوفنا كانت غير، يعني ضيوفنا لمن تم الاتفاق وتم التقسيم كمان حسب حساب البنات في هذا الموضوع. جميل، رائع، كويس. يعني هيدا من النماذج الرائعه والحلوه جدا اللي تمام عم نشوفها. تمام، لانه ده بيمتص الغضب وبيمتص الكراهيه من قلب البنت ان هي بتاخد حقها الشرعي اللي ربنا بيقولها. احنا عم نشوفهم بالجلسه فضيله الشيخ، شوف معي كمان على الشاشه بهيدا الوقت كيف دي جلسه التوزيع. طبعا كان في رئيس الجلسه موجود كويس رائع، ولحتى يقدروا يوصلوا لاتفاق يرضي كل الاطراف. على سيره البنت كمان خليني معلش ركز شوي على هالنقطه، لانه انت اليوم وضحت شغله كثير مهمه، انه الناس اخذت فكره انه الشريعه عن جد بالفعل ظالمه البنت، وذكرت انه بس باربع حالات وباستثناءات. ليش ما منحط انه كمان فكره انه هذه الفتاة سوف تتزوج والرجل الغريب سوف يدخل وهو رح يكون له حصه ونصيب من الميراث؟ منشان هيك بتم اذا بدك وضع الحياد او عدم تقديره كما يجب عليها واعطاء حقها. ده ظلم، وتلك الايام نداولها بين الناس. ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم، هو اللي جعل ان البنت تاخد النصيب ده علشان هي تستمتع بيه، وده للذمه الماليه المنفصله بالست. يعني المرأة في الإسلام لها ذمة مالية خاصة بيها. المرأة لما هتيجي تاخد نصيبها، الإخوة ممكن يقولوا إن هيجي واحد غريب فهياخد النصيب بتاعنا، فهيفتت الأرض بتاعتنا، فمش هنديها، فهنمنع حقها إنه يوصل لها علشان خاطر ما نفتتش الميراث بتاعنا أو نظلمها أو نديها. إحنا عندنا في الفلاحين وفي الصعيد بيسموها المواسم، يروح الولد يروح يديها الموسم، سواء كان الموسم ده، المواسم دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جزء بسيط جدا، مبلغ من المال أو شوية مواد غذائية، شوية حبوب وشوية رز وشوية حاجات من دي وشوية فاكهة، وياخد السبت أو ياخد الشنطة ويروح يديها لها، وده كأنه بيقول لها ده المقابل بتاع الميراث. وده ظلم، وده لا يرضي الله، وده من العيوب الأخطاء الفادحة، إنه بعد موت المورث إن إحنا نظلم حد وما نديلوش حقه ونمنعه عن إنه هو ياخد حقه، بحجة إن الحق ده هيروح لواحد غريب مش من العائلة. ودي بتحصل فيها كوارث عندنا، وبالتحديد في الصعيد لما تيجي البنت تتمنع من الزواج علشان خاطر ما فيش حد مناسب لها من العيلة. فهيدخل لها واحد من بره أو في الريف، فهيدخل لها واحد من بره، من بره العائلة يعني. فاللي هيخش من بره ده أول ما هيتجوز بعد شوية البنت هتقول فين حقي في الميراث، فهيضطروا إن هم يقسموا حقها ويدهولها، فما يرضوش فيطمعوا، فيعضلوا المرأة فيظلموها فيمنعوها من حقها، وده ظلم ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش بيه. نفس الحالة حدثت على عصر النبي، دي كانت سبب بالذات البنات، كانت سبب نزول آيات الميراث وتقسيم الميراث وربنا ينزل الأحكام بتاعة الميراث. اللي حصل إيه؟ كان في واحد اسمه سعد بن الربيع. سعد بن الربيع ده كان عنده بنتين، وسعد بن الربيع ده وقع شهيد في إحدى الغزوات، تقريبا كان في غزوة أحد. فلما وقع شهيد، أخوه، أخو سعد بن الربيع، خد كل التركة وحطها في عبه وشكرا على كده. فزوجة سعد بن الربيع بعد ما حصل الموقف ده راحت اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت له الحقني أنا في كارثة، أنا في مصيبة. إيه المصيبة اللي أنت فيها؟ قالت له سعد بن الربيع وقع شهيد وخلصت المسألة ومات وانتهينا على كده، وعنده بنتين، والبنتين دول عايزين جواز، والجواز ده عايز فلوس، عم البنتين خد التركة كلها. فرد عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ قال يقضي الله خيرا في أمرك. ما عندوش رد في المسألة، ما عندوش حكم في المسألة، لأنه حتى النبي عليه الصلاة والسلام مش هو اللي حدد النصيب، مش هو اللي قال لكل واحد ياخد، أنت هتاخد نصيبك كذا وأنت نصيبك كذا، لا، ده ربنا اللي حدد الأنصبة ونزل آيات في القرآن الكريم عشان كل واحد ياخد حقه. وراح الوحي نزل بقى بآيات الميراث بقى وتفصيل آيات الميراث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن هم يتعلموا الفرائض ويتعلموا أحكام الميراث، وأول حكم بيرفع من الأرض ويرفع تعلمه يبقى الناس مش عارفة خالص الأحكام فيها هو حكم الميراث، مع إنه هو نصف الفرائض اللي ربنا فرضها ومهم جدا. ولذلك تلاقي في الريف مثلا أو في الصعيد أو في المدينة، تلاقي بين كل 100 عالم واحد بس عالم بالميراث، لأنه هو ده العلم الوحيد اللي أول علم هيرفع من الأرض. العلم ده علم مهم جدا، دقيق جدا، بيبين لنا الكوارث اللي ممكن تحصل بسبب الـ 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 الطمع في الميراث. كفايه انا بقول لك سنويا، وده من بعد 2006 تقريبا، الاحصائيه لسه قاريها النهارده، انه كل سنه في 8000 حاله قتل مع سبق الاصرار والترصد بسبب الطمع في الميراث. بهذا انتوا عندكم كمان نماذج صارت بالبلده حول حالات عنف، حالات مشاكل كثير كبيره صارت حول الميراث؟ بيرجع كله للتربيه. تربية الأسرة، إذا كانت أسرة متربية على الخير بتلاقي أولادها كلهم طالعين على الخير، إذا كانت أسرة كده بتلاقيهم برضو طالعين
ان هم بيتخانقوا وبتاع والكلام من ده، فبيصير معاهم الوقت ده كله خناق ومشاكل وكلام من ده. انما لو هو متربى في اسره مثلا كويسه ومتعلمين بيدوا الناس حقوقها بمرضي الله وما فيش اي حاجه والناس ما حدش بيسمع عنهم اي حاجه. انما اللي هم الجماعه اللي مش متربيين تربيه كده بتلاقي الناس بتسمع على طول سيرتهم بره وفي كل حته سيرتهم طالعه. فاحنا ايه متربيين تربيه كويسه وما حدش عرف من بره ان احنا قسمنا ارض، الارض معانا برضو وكل حاجه معانا ومحدش يعرف عننا اي حاجه. نعم، بس هلا من خلال برنامج عرفوا اكثر شو صار وكيف قسمتوها بشكل يرضي الله ويرضي الشريعه ويرضي كمان كل الاطراف. احنا اخواتي البنات ما رضوش يحضروا في الجلسه، قال لك لا اللي انتوا تدوه لنا احنا راضيين بيه وكلام من ده. بعدها مين اتضمنت الجلسه عاده؟ قديش الدين كمان بيكون حاضر؟ ممثل عن الدين طبعاً كمان بيكون حاضر؟ طبعا احنا حضرنا فضيله الشيخ محمود طه، برضو شيخ من علماء الازهر، برضو قاعد عندنا برضو، وقاعد واحد من المحامين، وقاعد ناس كبار امامنا مشايخ، وبنقسم بعد لله، ما فيش واحد كده وواحد كده. نعم.